Some music. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والوطن العربي، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ودور ال 32 من الموسم السادس والاجمل لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم اليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم السادس من العباقرة، يا ترى مين اللي هيفوز بكاس البطولة؟ ويا ترى مين اللي هيفوز بكاس أفضل لاعب؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الأولى كل نقطة ب 2000 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 6,040,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول مدرسة مشرفانا من صعيد مصر، محافظة الأقصر، نرحب بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية. مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين تأسست عام 1965 وتشغل مساحة 5 أفدنة وتضم 25 فصلا دراسيا، بها ملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة علاوة على ميدان للرماية. تعد من المدارس الرائدة في المحافظة وتهدف إلى تنمية المهارات العسكرية للطلاب وتنمية القيم والمبادئ والانتماء والولاء للوطن. تحتل المدرسة المراكز الأولى على مستوى المحافظة في الأنشطة التربوية والرياضية والعسكرية والعلمية. هنمثل مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4 وأول واحد فيهم عبد الرحمن أحمد. عبد الرحمن احمد 17 سنه، مدرسه الاقصر الثانويه العسكريه، محافظه الاقصر. استعدينا للمسابقه بحيث ان احنا قرينا معلومات اكتر، عملنا سيرش على جوجل، رحنا مكتبه مصر العامه. اكتر حاجه خايفين منها هي الجغرافيا. مينا صفوت. اسمي مينا صفوت، سني 16 سنه، من مدرسه الاقصر الثانويه العسكريه من محافظه الاقصر. فخور جدا ان انا اول مره اشترك في برنامج العباقره، وده كان حلم ليا واتحقق. في البيت لما عرفوا ان انا هشارك في برنامج العباقره كانوا فخورين بيا جدا، خصوصا ان هم متابعين البرنامج. يعني كريم الشهير. اسمي كريم الشهير، عمري 17 سنه، مدرسه الاقصر الثانويه العسكريه من محافظه الاقصر. استعديت على اكبر قدر ممكن، وان شاء الله هنجيب دور كويس ان شاء الله. اصحابي متعودين عليا لحد ما في القدرات الذهنيه والعلوم خاصه والرياضه. مهند حسن. مهند حسن 16 سنه، مدرسه الاقصر الثانويه العسكريه محافظه الاقصر. متحمس جدا في المشاركه ببرنامج العباقره، خصوصا ان دي اول مره من محافظه الاقصر مدرسه تشارك. رايي في دور البنك الاهلي دور عظيم، ان هو بيحاول يدعم المدارس، خصوصا ان مش كل المؤسسات بتحاول تقوم بالدور ده في مصر. الأقصر الثانوية العسكرية، الحمد لله على السلامة. السلامة. منورينا في الاستوديو. منورين القاهرة. نور حضرتك. ازيك عبد الرحمن؟ الحمد لله تمام. عبد الرحمن قول لي اشتركتوا ازاي في برنامج العباقرة؟ انا اقترحت على مدير المدرسة. يعني الاقتراح جاي من عندك؟ من عندي، كانت فكرتي وفرح جدا وايدها وقام بالاجراءات. تواصلتوا معانا ازاي؟ كلمت ناس من محافظات تانية اشتركت في البرنامج وهم فهموني بكل حاجة. يعني الامور ما كانتش صعبة. الاشتراك في البرنامج كان سهل. كان سهل. انا فعلا فعلا بشكركم على حجم المجهود اللي انتوا عملتوه عشان تبقوا معانا برنامج العباقره. كلنا نحيي مدرسه الاقصر العسكريه الثانويه. شو يعني عايز تطلع مهندس طيران؟ يعني حابب مجال الطيران اكتر يعني. تمام. انا قريت كمان ان انت مهتم بالتمثيل وروايات البوليسيه، يعني عندك حاجات مختلفه ملهاش علاقه ببعض. بس انا وقفت عند نقطه مهمه جدا، ان انت خدت جوائز في صحبة الخير، تطوع، ايه الموضوع ده؟ وانا في تالتة اعدادي حبيت ان انا يعني اشترك في عمل تطوعي في جمعية خيرية. فاشتركت في جمعية خيرية في المحافظة بتاعتي في الأقصر، ويعني كنت بعمل عمل تطوعية للخير يعني في القرى، وسواء في القرى وعمل تنموية بالظبط. اشكرك عبد الرحمن، اشكرك. هو ده اللي احنا الحقيقة بنهتم بيه، ازاي نقدر نساعد اللي حوالينا.
شكرا عبد الرحمن. مينا ازيك يا مينا؟ الحمد لله. مينا عايز تبقى مهندس بترول. ليه المجال ده؟ لان ده كان حلم من انا صغير، وانا بحب الرياضه والماس والهندسه، ويعني والمجال ده بحب احلم بيه من زمان. تمام، زيك زي عبد الرحمن، انت كمان بتعمل اعمال خيريه وخدت عليها برضو جوائز. اشتركت فيها يا مينا؟ كنت بتطوع لفريق كانتيم لعلاج الكانسر. تمام، ربنا يوفقك يا مينا. ازيك يا كريم؟ نعم الحمد لله. دكتور جراح وبتلعب كاراتيه. تمام، دكتور جراح شفناها كتير في البرنامج، كاراتيه مش كتير قوي، اشمعنى الكاراتيه وصلت لأنهي أحزان؟ انا طبعا كنت بمارس هوايه الكاراتيه من وانا صغير، بس وقفت فيها لغايه بالظبط كتالته ابتدائي، حصلت على وصلت لغايه الحزام الاخضر، بس بعد كده طبعا اتوقفت. وقفت بقى عشان ترجع تاني، عايز ترجع لحلمك الاولاني وتبقى دكتور. يا الله، بالتوفيق يا كريم. يا الله. مهند، ازيك يا مهند؟ تمام الحمد لله. احساسك ايه وانت بتلعب مع العباقره؟ متحمس جدا، فان انا اكون ضمن واحد من برنامج العباقره، وبتابع البرنامج من اول موسم، كنت كل موسم بتمنى ان انا اكون هنا وسطكم. والحلم القريب جه صح؟ الموضوع ما كانش صعب. الحلم الكبير ايه بقى؟ ان شاء الله ابقى مهندس. تبقى مهندس؟ مهندس ايه؟ مهندس يعني لو مش بترول يبقى ان شاء الله اطلع بره مصر، ادرس هندسه بره وترجع تاني مصر. اكيد هتخلص وترجع، هتفيد بلدك صح ولا غلط؟ صح. اكيد، بالتوفيق يا مهندس. اما المدرسه الثانيه واللي مشرفانا من المعادي محافظه القاهره، نرحب بمدرسه البشائر الدوليه. مدرسه البشائر الدوليه، تهدف مدرسة البشائر التي تم تأسيسها منذ أكثر من 20 عاماً إلى إنشاء جيل قوي، شباب يؤمن بالله ويستخدم أحدث الأساليب العلمية ويواكب التطور السريع للتكنولوجيا، شباب محب للعالم بأسره، سواء الإنسان بجميع شعوبه وطبقاته أو الطبيعة المحيطة به، وعنده الرغبة في التعاون والتفاعل مع هذا العالم عن حب وإيجابية. هيمثل مدرسة البشائر في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحد فيهم عمر عبد العزيز. أنا عمر عبد العزيز، مدرسة البشائر الدولية محافظة القاهرة. شرف كبير إن أنا أشارك في برنامج زي برنامج العباقرة، بيحث على التعليم. أكتر فقرة أنا خايف منها الفنون. والدي ووالدتي لما عرفوا إن أنا مشترك في برنامج العباقرة دعموني نفسياً، كانوا فخورين إن أنا بمثل مدرسة البشائر. سارة عبد المقصود. أنا سارة عبد المقصود، سني 17 سنة، مدرسة البشائر محافظة القاهرة. شرف لي أوي إن أنا أشارك وإن أنا أدرك قد إيه في معلومات كتيرة الواحد مش عارفها، وكانت فرصة حلوة عشان الواحد يوسع مداركه. أصحابي معتمدين عليا في الجغرافيا، شوية من التاريخ والأدب. يوسف أسامة. اسمي يوسف أسامة، عندي 18 سنة، من مدرسة البشائر الدولية من القاهرة. أصحابنا اللي شاركوا قبل كده دعمونا نفسيا وجهزونا إن إحنا نبقى عارفين اللي إحنا داخلين عليه. إحنا بنعتمد على بعض وكلنا بنكمل بعض، أعتقد يعني إن ده نقطة القوة بتاعتنا، إن إحنا كلنا جسد واحد بيساعد بعض. وميرنا عماد. ميرنا عماد، 17 سنة، مدرسة البشائر محافظة القاهرة. استعدت للمسابقة، عملت تريفيا كويزز على الإنترنت، وعملت سيرشنج على الإنترنت وفي كتب، وسألت أصحابي، وشايفة حاجة حلوة إن البنك يقرر إن هو يساهم في حاجة زي كده عشان البلد تبقى أحسن، الناس تتعلم أكتر، والتعليم يبقى حاجة حلوة. ازيك يا عمر؟ الحمد لله كويس. قول يا عمر، احساسك ايه وانت بتلعب مع العباقره؟ ان هو ان انا شايل اسم مدرستي ده احساس صعب. ايوه، مدرستك مش عارف في نفس الوقت. مش اول مره تشارك، مدرستك شاركت قبل كده، واحنا بالنسبه لنا مدرسه البشائر بنفتكر على طول عبد الرحمن ضياء، افضل لاعب في الموسم الاول. نحيي كلنا عبد الرحمن ضياء. عايز تخش كليه صيدله يا عمر؟ اشمعنى صيدله؟ عشان انا عايز اشتغل على صناعه ادويه، دواء معين. على صناعه الادويه، دواء معين. دواء ايه؟ علاج الايدز، الاتش اي في. اشمعنى؟ لان العلاج بتاع الاتش اي في الحل موجود للاعراض الجانبيه بتاعته اكتر من الدواء نفسه. بيأذي يعني؟ بيأذي. فانا عايز يكون الحل بتاعي يكون معالج 100%. تمام. عمر، حصلت على جوائز في الكاراتيه. مظبوط. جوائز ايه؟ حصلت على بطولات ايام حلوان كانت محافظه. كويس. حصلت على تالت وتاني، وحصلت على تالت قاهره. ما شاء الله.
ودخلت جمهورية كذا مرة بس ما وفقنيش يعني. ما شاء الله مكمل؟ أنا بطلت يعني بس أنا معي حزام اسود. ما شاء الله حزام اسود بس بطلت عشان خاطر بتستعد طبعا لكلية صيدلة إن شاء الله. ما حدش يقدر يلومك. زيك يا سارة؟ زيك. سارة قريت إن أنت عايزة طب القصر العيني. اشمعنى طب القصر العيني مش أي طب تاني؟ لأن طب القصر العيني من أعرق الجامعات اللي في العالم مش بس في مصر. وانا ليا ناس كتيره في القصر العيني وانا من وانا صغيره وانا معجبه اساسا بالانستتيوشن كلها. حد من العيله؟ كذا حد. كذا حد. والدك والدتك؟ والدي وشويه من خلاني. هتتخصصي حاجه معينه من دلوقتي عارفاها ولا لسه مش متاكده؟ انا عايزه طب اطفال ونساء بس. كويس يعني انت بتفكري في التخصص كمان ما شاء الله. بتوفيق يا ساره. شكرا. يوسف الهندسه حاجه والمزيكا حاجه تانية. بتعزف على الجيتار بتعزف على الدرامز مهتم بالمزيكا جدا ليه ما خدتهاش ككارير؟ بحسها يعني مش كارير قوي انك ازاي؟ عمر خيرت عمر الشريعي احنا عندنا اسماء عظيمه جدا بالعكس انا مش حاسسها تنفع تبقى كارير حاسس انها ممكن تبقى حاجه جانبيه بجانب كارير في الهندسه محدش عارف ممكن تخلص هندسه وبعد كده تسيب الهندسه وتكمل مزيكا بتحب تسمع لمين؟ انا بسمع لناس كتير بس معظمه اجنبي فرقتي الاكتر فرقه بحبها هي بينك فلويد يعني. جاهز ماتش النهارده ان شاء الله. ميرنا ازيك يا ميرنا؟ الحمد لله. المدرسه اختارتك ليه؟ صحابي والمدرسين عارفين ان انا بحب اقرا وكده فحاسوا ان يمكن عندي معلومات كفايه. بتكتبي شعر؟ وبتحبي تكتبي؟ كتبتي حاجه لغايه دلوقتي؟ انا وقتي شغاله على نوفل فانتسي بس لسه ما خلصتهاش. فكرتها ايه؟ تكلم عن الاحلام. الاحلام جميل جدا وفي نفس الوقت عايزه تطلعي طبيبه نفسيه. ليه المجال ده؟ عشان حسيت ان انا ما ينفعش اكتب على البني ادمين من قبل ما افهمهم. بالتوفيق يا ميرنا. قبل ما نبتدي ماتش النهارده عايز احيي المدرستين مدرسه الاقصر الثانويه العسكريه ومدرسه البشائر الدوليه. العباقرة في الموسم السادس مستمر زي ما هو ما فيش عندنا أي تغييرات. خمس فقرات العلم المعرفة الفنون ضربات الجزاء وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي إيه يا عبد الرحمن؟ سؤال السرعة. بالظبط كده سؤال السرعة. سؤال السرعة والسؤال هو في أي شهر من السنة الهجرية نزلت أولى آيات القرآن الكريم على سيدنا محمد لأول مرة؟ في شهر إيه؟ كريم إجابتك؟ ربيع الأول. ربيع الأول إجابة خاطئة. رمضان. كنتوا عارفين بس ما كنتوش عايزين تبتدوا الأول. رمضان إجابة صحيحة. رمضان هي الإجابة الصحيحة وكده مدرسة البشاير هي اللي هتبتدي الأول. أول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء. جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. بشاير عندك سؤال في الجغرافيا، عندك جوكر؟ لسه، تمام. جغرافيا والسؤال هو ما هي أكبر جزيرة في قارة أفريقيا؟ فات خمس ثواني. مدغشقر. مدغشقر. مدغشقر بعشر نقط كان ممكن يبقوا بعشرين نقطة لو كنت خدت الجوكر. يوسف إجابة صحيحة. مدغشقر هي الإجابة صحيحة وكده البشاير عشرة. والأقصر عندكم سؤال في الجغرافيا في جوكر؟ لا ما فيش جوكر. جغرافيا والسؤال هو ما هي أصغر دولة في آسيا من حيث المساحة؟ فات خمس ثواني. أصغر دولة في آسيا. إجابتك؟ البحرين. إجابة خاطئة. البحرين خرجت بره. قطر. كنتوا كام يا عمر؟ عشر. بيته كام؟ إن شاء الله 20. عمر إجابة خاطئة.
نستعد للأربع اختيارات بزائد 5 و-5. والاختيارات وصلتنا على الشاشة: الفلبين، المالديف، فيتنام، الكويت. الكويت. الكويت بزائد 5 و-5. عمر مش موافق، صح يا عمر؟ لا، متفقين على الإجابة. اتفقتوا على الإجابة. سارة، الكويت إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة جزر المالديف، ومساحتها 72,000 كيلومتر مربع. دلوقتي عندنا سؤالين في التاريخ، وأول سؤال ليكوا يا بشاير. نتيجتكوا بقت 5. في جوكر؟ مفيش جوكر. تاريخ، والسؤال هو: ما هي الحرب التي اندلعت بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية عام 1853 ميلاديا؟ حرب مشهورة جدا بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية. 5 ثواني، 2 ثواني، خلصوا ال 20 ثانية. الأقصر فرصة تخطفوا 10 نقاط. في حد عنده إجابة؟ مين عنده إجابة يا كريم؟ احتمال مينا يخطف ال 10 نقاط، ليه لأ؟ مينا إجابتك؟ الحرب الأوروبية؟ دي اختراع دي ولا ايه؟ مش عارف. مش عارف يعني، ما سمعتش عنها الحرب الأوروبية دي، يعني كلمة الحرب الأوروبية دي ما سمعتش عنها قبل كده. انت سمعت عنها قبل كده الحرب الأوروبية دي؟ ولا انت كمان؟ حاجة غريبة جدا. مينا إجابة مضحكة. الحرب الأوروبية خرجت بره. طيب دلوقتي عندنا 4 اختيارات بزائد 5 و-5. حرب الكرم، حرب القوقاز، حرب نابولي، حرب البرتقال. الإجابة الصحيحة حرب الكرم. النتيجة زي ما هي، مفيش نقط عند الأقصر والبشاير 5. ودلوقتي عندنا السؤال الثاني في التاريخ. الأقصر جاهزين؟ عندك 20 ثانية ما تستعجلوش. تاريخ، والسؤال هو: في أي دولة آسيوية وقعت حروب الأفيون؟ حروب الأفيون. الحروب الأوروبية طلعت بره، خلي بالك يا مينا، دي دلوقتي ايه؟ آسيوية. اوعى تقول لي الحروب الآسيوية. إجابتك؟ الصين. أنت بتخمن مش عارف؟ بخمن. ياه، مينا الصين إجابة صحيحة. فعلا الصين هي الإجابة الصحيحة، وكانت بين الصين وبريطانيا حرب الأفيون الأولى وحرب الأفيون الثانية. وعايزكم تقروا عنها، لأن الحرب دي مهمة جدا. الحرب مش لازم تبقى سلاح، ممكن تبقى حرب مخدرات. حرب بينهم كانت حرب مخدرات. نتيجة 10، الأقصر، البشاير 5. وعندنا سؤال في الأدب. أدب، والسؤال هو: من هو مؤلف مسرحية بنك القلق وكتاب أشواك السلام؟ مين اللي ألف مسرحية بنك القلق وكتاب أشواك السلام؟ 8 ثواني، 3 ثواني، 18 ثانية. يا عمر إجابتك؟ طارق الإبياري. طارق الإبياري. طارق الإبياري ب10 نقط. الأقصر عندكم إجابة؟ هخمن يعني. خليه عندكم، هرجع لكم تاني. عمر، إجابة خاطئة. مين يا عبد الرحمن؟ توفيق الحكيم. توفيق الحكيم. غريبة جدا. اشمعنى توفيق الحكيم؟ يعني كتب مسرحيات كتير. صح، فأنت فكرت حوالين السؤال. بالظبط. برافو عليك. عبد الرحمن، إجابة إيه؟ إجابة خاطئة. إجابة صحيحة. توفيق الحكيم الإجابة الصحيحة. وبكده الأقصر العسكرية 20
البشاير 5. السؤال الثاني في الادب ليكوا، ما فيش جوكر اكيد، انا عارف واضح ادب. والسؤال هو: من القائل لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم؟ مين بقى عبد الرحمن؟ متنبي. كنتوا كام؟ 10. 20. كنتوا 20؟ 20. ال 10 نقط بتوع الادب اللي فاتوا بالظبط بقوا كام؟ 30 ان شاء الله. ان شاء الله كل مره يعني. ممكن. عبد الرحمن، اجابه صحيحه. المتنبي الاجابه الصحيحه. كده الاسره العسكريه 30، البشاير 5. ودلوقتي عندنا اخر سؤالين في الفقره في العلوم، واول واحد لمدرسه البشاير في جوكر. جوكر يا جماعه. سؤال بعشرين نقطة، عندكم 20 ثانية، استعجلوش. علوم، والسؤال هو: ما هو الفيتامين الذي يؤدي نقص المرض العشاء الليلي؟ عشر ثواني، خدتوا نص الوقت يا سارة. إجابتك بعشرين نقطة. فيتامين اي. فيتامين الف بعشرين نقطة. اجابة صحيحة. فيتامين الف هو الاجابة الصحيحة. برافو عليك يا سارة، عشرين نقطة. مهمين جدا للبشاير. 25 البشاير، الأقصر 30. الأقصر في جوكر ولا مفيش جوكر؟ في جوكر. سؤال بعشرين نقطة، جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. علوم، والسؤال هو: ما هو العدد الذري لعنصر الكوبالت؟ ستة وعشرين. إجابة خاطئة. البشائر عندكم فرصة تخطفوا عشرين نقطة. في إجابة؟ إن شاء الله. عمر، إجابتك 27. عمر 27 بعشرين نقطة. إجابة صحيحة. 27 هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا عمر. البشاير خطفت الجوكر من الأقصر، وبكده النتيجة 45 البشاير، الأقصر 30. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 75 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 150 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر. عباقرة المدارس، ومباراة في دور ال 32 والموسم السادس، مباراة جميلة جدا والنتيجة قريبة. البشاير 45، الأقصر العسكرية 30. والأقصر العسكرية حصل عندنا تغيير، مارك منصور نزل مكان كريم الشهير. ازيك يا مارك؟ ازي حضرتك؟ ايه رأيك في الماتش؟ يعني ماتش سخن بصراحة. مارك عايز تخش كلية طب، وعايز تبقى مترجم، وفي نفس الوقت بتعزف بيانو، بتلعب تنس طاولة. حلوة التجميعة دي. عايز تبقى نيورو سيرجن، جراح مخ واعصاب، ده قرارك خلاص. اخر كلام. بالتوفيق يا مارك. وحصل عندنا تغييرين في البشاير، علي مطر مكان يوسف اسامه، وفاطمه محمد مكان ميرن عماد. علي مطر يا اعلام يا هندسه، ايه علاقه الاثنين ببعض؟ هما ما لهمش علاقه ببعض، بس انا بحب المجالين قوي، هندسة الكمبيوتر بالتحديد، ف لكن في نفس الوقت بحب صناعة الأفلام وصناعة السينما والإخراج. بالتوفيق يا علي. فاطمة، ازيك يا فاطمة؟ الحمد لله. قلقانة؟
شويه. عايز تطلعي دكتوره؟ دكتوره ايه؟ لسه مش عارفه قوي، بس بحب عامه الطب يعني المجال. يعني عايز تخش طب وبعد كده ربنا يسهل. بالتوفيق يا فاطمه. ان شاء الله. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. المعرفه اربع اجزاء: معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. اول اتنين معايا عبد الرحمن احمد وفاطمه محمد. سؤال في المعلومات العامه، وهنشوف مين اللي هياخد العشر نقط دول. سؤال بعشر نقط، معلومات عامه، والسؤال هو: ما هو مجال تخصص صحيفه ماركا الاسبانيه؟ صحيفة يومية في أسبانيا من سنة 1938. فاضل خمس ثواني. مكتبة في مجال إيه؟ هخمن يعني. مكتبة في مجال إيه يا فاطمة؟ رياضة. رياضة؟ إجابة صحيحة. رياضة الإجابة الصحيحة. وكده البشاير 55 الأقصر 30. ويا عبد الرحمن ما تستناش في السرعة، ما فيش حد بيستنى، وفي روح رياضية ما بين مهند وعمر، عمر ومهند. وسؤال في الرياضة، رياضة، والسؤال هو: ما هو المنتخب الحاصل على المركز الثالث في كأس العالم للشباب عام 2001؟ مصر. انت ما فكرتش، انت الإجابة عندك ان شاء الله. مصر. إجابة صحيحة. مصر إجابة صحيحة. وكسبت باراجواي 1-0، ومحمد اليماني هو اللي أحرز الهدف. مهند خد 10 نقط، وكده النتيجة 40 الأقصر، البشاير 55. ودلوقتي عندنا سؤال في التكنولوجيا، والسؤال هو: ما هي الشركة المطورة لتطبيق كويك تايم؟ مين الشركة اللي طورت تطبيق كويك تايم؟ أبل. إجابة صحيحة. أبل الإجابة صحيحة. برافو عليك يا مارك. رجع تاني في المباراة بخمسين نقطة، والبشاير 55. سارة وصلت، ومينا وصل، مينا وسارة. وسؤال في القدرات الذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 50 × 10 × 20 × 10 − 20 يساوي كام؟ 50 × 10 × 20 × 10 − 20 يساوي كام؟ 230. 230 إجابة صحيحة. 230 هي الإجابة الصحيحة. كده الأقصر 60، البشاير 55. دلوقتي عندنا أربع أسئلة ليكم أنتوا الثمانية، وأول سؤال في المعلومات العامة، والسؤال هو: ما هي الولاية الأمريكية التي تلقب بالولاية الذهبية؟ عمر إجابتك لاس فيغاس. عمر إجابة خاطئة. مين عنده إجابة؟ عبد الرحمن خطف البازر من مارك. إجابتك عبد الرحمن تكساس. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة كاليفورنيا. دلوقتي عندنا السؤال الثاني في الرياضة، والسؤال هو: ما هو النادي الحاصل على الدوري المصري موسم 2001-2002؟ عمر، مين اللي كسب الدوري في 2001-2002؟ إجابتك الأهلي. الأهلي بعشر نقط. إجابة خاطئة. مين إجابتك؟ الزمالك. الزمالك. ما لو مش الأهلي يبقى الزمالك. صح.
إجابة خاطئة. 2001 2002 الإسماعيلي هو اللي خد الدوري. دلوقتي عندنا السؤال الثالث في التكنولوجيا، والسؤال هو الشعار لإحدى أشهر شركات تطوير ألعاب الفيديو في العالم، فما اسمها؟ علي. يوبي سوفت. يوبي سوفت إجابة صحيحة. يوبي سوفت الإجابة صحيحة، برافو عليك يا علي. 65 تقدمت البشاير لأسر 60. مباراة الحقيقة جميلة جدا، 10 نقط هنا و10 نقط هنا، مباراة صعبة جدا. دلوقتي عندنا آخر سؤال في الفقرة في القدرات الذهنية، والسؤال هو عمارة مكونة من 17 دورا، كل دور 3 شقق وكل شقة 4 غرف، فكم عدد الغرف في العمارة؟ عمر إجابتك 2 و4. يا عمر ثانية واحدة، فكرتني يا عبد الرحمن ضياء يا أخي. إجابة صحيحة. ما شاء الله ما شاء الله. وثانية واحدة 2 و4 الإجابة الصحيحة. كنت دايما بسأل عبد الرحمن سؤال، إيه فكرة إنك بتجاوب في ثانية؟ بتعملها إزاي دي؟ ما شاء الله يا عمر. وكان دايما بيقعد على نفس الكرسي اللي انت قاعد عليه، كان دايما هو ده اختياره. عمر برافو عليك، تستحق العشر نقط. وبكده النتيجة 75 البشاير لأسر 60. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة الفنون والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة المعرفة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 120 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 270 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر. عباقرة المدارس الموسم السادس، ومباراة قوية جدا في دور الاثنين وثلاثين، والنتيجة قريبة. البشاير 75، الأسر العسكرية 60. والأسر العسكرية حصل عندنا تغيير، أسامة إسماعيل مكان مهند حسن، وحصل عندنا تبديل في البشاير، يوسف أسامة رجع تاني مكان علي مطر. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون 4 أجزاء: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. اللي هيجاوب صح مدرسة هتاخد 10 نقط، وهنشوف مين أسرع. وأول حاجة نبتدي بيها هي السينما والمسرح، والسؤال هو من هي الفنانة التي قامت بدور البطولة في فيلم صراع في الوادي؟ هند رستم. شفتوا؟ اتفرجت على الفيلم؟ تقريبا رشدي أباظة و رشدي أباظة بس. عمر ده فيلم تاني خالص. إجابة خاطئة. عبد الرحمن لسه حاجة ان هما التلاتة كانوا مع بعض وانت جاوبت لوحدك، برافو عليك. ايوه صح، هما لسه هيقعدوا يرغوا. عبد الرحمن بيخمن وبياخد النقط بعجوبة. إجابتك سعاد حسني. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة فاتن حمامة. دلوقتي عندنا السؤال الثاني في السينما والمسرح، والسؤال هو من هي الممثلة التي لعبت دور نازلي في مسلسل جراند أوتيل؟ عمر. أمين خليل. كان مين معاها؟ عمرو يوسف. عمرو يوسف وأنوشكا. أنوشكا ومحمد ممدوح. محمد ممدوح. وعمر إجابة صحيحة. أمينة خليل هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك. عمر متعلق، والنتيجة 85 البشائر الدولية لأسر العسكرية 60. دلوقتي عندنا سؤالين في الأغاني والموسيقى، والسؤال هو
من هي المطربة السورية التي قامت بغناء أغنية الحب اللي كان؟ المطربة السورية اللي غنت أغنية الحب اللي كان. أنا هخمن يعني. تفضل. أصالة؟ إجابة خاطئة. مارك. يعني هخمن بس. أهم حاجة تبقى سورية والنبي. يعني ما تقوليش واحدة جزائرية، مغربية، مصرية. مش متأكد. سورية. مش متأكد برضو. أحلام؟ أحلام. مش أنا قلت لك أنا خايف؟ مش أنا قلت لك أنا خايف؟ جالي الإحساس إنك أنت مش هتروح لسوريا. مارك، إجابة إيه؟ خاطئة. برافو عليك، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة ميادة الحناوي. ايوه مسكتوا راسكم كله غزاه. تمام كده، تمام ماشي. دلوقتي عندنا سؤال تاني في الاغاني والموسيقى، وهنسمع اغنيه الاول. والسؤال هو أغنية We Don't Talk Anymore جمعت بين إحدى أشهر المغنيات الأمريكيات والمغني تشارلي بوث، فمن هي؟ سيلينا جوميز. تحب الأغنية دي؟ كنت أحبها زمان. زمان؟ سارة، إجابة صحيحة. سيلينا جوميز هي الإجابة الصحيحة. وكده النتيجة 95 بشاير دولية، 60 الأقصر العسكرية. الأقصر العسكرية محتاجين نقط. دلوقتي عندنا سؤالين في اللوحات والمعالم. تمام؟ لوحات ومعالم. والسؤال هو لوحة موت سقراط هي للرسام جاك لوي دافيد، فما هي جنسيته؟ عبد الرحمن إجابتك. فرنسي. عبد الرحمن فرنسي. سمعت اسمه قبل كده؟ لويس كلمة فرنسية بس ممكن تبقى مش فرنسية. ما ممكن. ممكن تبقى برتغالية، اسبانية، ايطالية. نسأل البشاير. لا هي صح. هي صح؟ تقريبا يعني. عبد الرحمن. عمر موافق وانا كمان موافق. اجابة صحيحة. بابا عليك عبد الرحمن. فرنسي الاجابة الصحيحة. 10 نقط مهمين جدا. الأقصر للثانوية مهمين جدا. 70 الأقصر للثانوية، 95 البشائر الدولية. ودلوقتي السؤال الثاني في اللوحات والمعالم. والسؤال هو معبد كلبشة يعد أحد أشهر معابد مصر، ففي أي محافظة يقع؟ عمر. أسوان. مارك، أنت بتجاوب من غير ما تدوس على البزر، يعني نطقك كان أسرع من إيدك. أنا طبعاً تخيلت إن الإجابة دي 100% هتطلع من عندكم، بس عمر قال أسوان. أسوان إجابة صحيحة. أسوان هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا عمر، خطفت البازر من مارك. نتيجة 105 البشائر الدولية، 70 الأقصر العسكرية. ودلوقتي عندنا آخر سؤالين في الفقرة بسرعة البديعة، وهنشوف فيديو الأول. سرعة البديعة. والسؤال هو ما هو مجموع الأرقام التي ظهرت في الفيديو؟ 8. عمر متعلق. 8 إجابة صحيحة. 8 إجابة صحيحة. ما شاء الله عليك يا عمر. كده نتيجة 115 البشائر الدولية، الأقصر العسكرية 70. ودلوقتي عندنا آخر سؤال في الفقرة، والعشر نقط دول هيفرقوا معاكوا جدا. سرعة البديهة، وهنشوف فيديو الأول. سرعة
قراءة البديهة، والسؤال هو كم عدد القبعات التي ظهرت في الفيديو؟ مارك اوعى تجاوب غلط، اوعى، انا بحذرك لو جاوبت غلط عمر هيجاوب صح. اجابتك أربعة. عبد الرحمن، معلش عبد الرحمن، هو خد القرار وجاوب. عمر عندك اجابه تانية؟ ان شاء الله يعني. خليها عندك. مارك خطفت البصر من عمر وقلت أربعة، وأربعة إجابة صحيحة. برافو عليك يا مارك. زعلان ليه منه عبد الرحمن؟ بالعكس هو لقطهم، لأن كان في ثلاثة والولد كان لابس كاب، فهم أربعة. برافو عليك يا مارك. وكان النتيجة الأسرة العسكرية 80، البشاير 115. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة صعبة جدا، فقرة ضربات الجزاء والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة الفنون، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 120 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 390 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر. عباقرة المدارس، ومباراة صعبة جدا في دور ال 32 الموسم السادس، والنتيجة 115 البشاير، الأقصر العسكرية 80. والأقصر العسكرية عندنا تغييرين، مهند حسن رجع تاني مكان أسامة إسماعيل، وكريم الشهير رجع تاني مكان مارك منصور. والبشاير عندنا كمان علي مطر رجع مكان يوسف أسامة، وميرنا عماد رجعت مكان فاطمة محمد. ودلوقتي مع الفقرة الصعبة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء 25 نقطة لمدرسة واحدة بس، وأول اثنين معايا عبد الرحمن أحمد وعمر عبد العزيز. إحنا معانا ورقة وقلم هنا، مفيش مشكلة خالص. تمام. عبد الرحمن عايز تسأل في إيه؟ أدب وقدرات ذهنية. تمام، أدب وقدرات ذهنية. عمر أي حاجة. عمر أي حاجة. هنشوف أي حاجة هتطلع إيه. والهدف الأول جغرافيا، والسؤال هو في أي دولة أوروبية يوجد إقليم توسكانا؟ ثلاث ثواني. إيطاليا. إيطاليا الهدف الأول. برافو عمر. كريم اتفضل يا كريم، هدف بلا مقابل. ازيك يا كريم؟ الحمد لله. جاهز؟ ان شاء الله. علوم، والسؤال هو ما هي جنسية العالم فيلهام رونتجن، مكتشف الأشعة السينية، أشعة اكس؟ فيلهام رونتجن مكتشف الأشعة السينية. ألماني. الهدف الأول. هدف مقابل هدف. وميرنا وصلت. ازيك يا ميرنا؟ الحمد لله. هدف مقابل هدف، وهنشوف مين اللي هيحرز الهدف الثاني. عايز تسالي في ايه يا ميرنا؟ جغرافيا او فنون. جغرافيا او فنون. جغرافيا، والسؤال هو كم دولة عربية يمر بها نهر الفرات؟ ثلاثة. ثلاثة. إجابة خاطئة. ميرنا تفضلي. اثنين. دوس على البازر عشان تجاوبي، لازم تدوس على البازر. اثنين. اثنين هما ايه؟ العراق وحاجة تانية مش فاكرة. العراق وحاجة تانية. العراق وسوريا. الهدف الثاني.
العراق وسوريا ربع مبنى هدفين مقابل هدف. مينا زكا مينا مينا عايز سيلفي ايه؟ اي حاجة غير الفنون. اي حاجة غير الفنون. جغرافيا. والسؤال هو ما هو ثاني اطول انهار افريقيا؟ الثاني نهر الكونغو. الكونغو الهدف الثاني. برافو عليك يا مينا، هدفين مقابل هدفين. علي وصل هدفين مقابل هدفين والموقف مش سهل. زكى علي الحمد لله. هو عايز اي حاجه غير فنون. مين ما بيحبش الفنون؟ انت عايز ايه؟ اي حاجه. رياضه. والسؤال هو ما هو المنتخب العربي الذي تاهل لدور ال16 في كاس العالم عام 1994؟ السعوديه. السعودية. الهدف الثالث. برافو عليك. ثلاث أهداف مقابل هدفين. برافو عليك يا مينا. سارة. ازيك يا سارة؟ الموقف مش سهل. ليه؟ ثلاث أهداف مقابل هدفين. يا تتعادلي يا إما مينا هيخطف 25 نقطة و80 تبقى كام؟ تبقى 105. 105. قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 20 على 40 في 10 على 5 يساوي كام؟ 1. 1. ده مينا مينا جري. انت ايه اللي رحت فين يا مين؟ طب افرض هي غلط دلوقتي هنعمل ايه؟ لا صح صح. هي صح. الهدف الثالث. ثلاث اهداف مقابل ثلاث اهداف. برافو عليك يا ساره. بصي يا ساره، الفرق بينك وبين مينا كان ثانيه. ثانيه بالظبط. لان هو داس على البازر، كنت انت قلتي الاجابه. مهند، ازيك يا مهند؟ تمام. بص يا مهند، 25 نقطة دول مهمين ليه؟ 80 هتبقى 105. بدل ما 115 تبقى كام؟ 140. موقف صعب. الهدف الرابع والأخير ب 25 نقطة لمدرسة واحدة بس. جغرافيا. والسؤال هو في أي قارة تقع جبال الهيمالايا؟ آسيا. قارة آسيا الإجابة صح. الهدف الرابع. الهدف الرابع آسيا الإجابة صحيحة. برافو عليك يا سارة. هاردك يا مهند. الإجابة كانت عندك أنا عارف، هي خطفت منك البازر. هاردك. برافو عليك يا سارة، أحرزت هدفين مهمين جدا ب 25 نقطة. وبكده النتيجة 140 البشاير، الأقصر 80. المباراة قوية جدا. منافسة جديدة. البازر فرق معاهم في إجابات كتيرة. الإجابات كانت عندنا بس للأسف رست البشاير كانت بتخطف البازر مننا. ضيعنا 30 نقطة بسرعة. السرعة. فرقت معايا على ثانية مع ان كان عندي الإجابة يعني. سعيدة ان انا لقيت ان الأسئلة سهلة الحمد لله، وقلنا ان انا أسئلة كانت عارفاها فاضل عمال ادوس على البازر. المدرستين يستحقوا الوصول لدور ال 16. متضايق طبعا وحاسس بالذنب، انا كان ممكن اجاوب السؤال ويطلع صح بس هو الغلط عليا. لازم نركز اكتر عشان نرجع الماتش تاني ونجيب سكور اعلى من كده. بس احنا ان شاء الله قد التحدي وقد الثقة اللي وضعتها المدرسة بتاعتنا فيه. هنشوف عجلة الحظ هتودينا فين ومين اللي هيوصل لدور 16. لسه الماتش ما خلص. النتيجة بعدت بس الماتش لسه في الملعب. اوعوا تستسلموا. اتفقنا؟ ان شاء الله. فاضل اخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور 16. فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ.
عجلة الحظ سؤالين لكل مدرسة، سؤال بـ20 نقطة، غير لو المدرسة اختارت ان السؤال يبقى فيه جوكر، وساعتها السؤال هيبقى بـ30 نقطة. بس قبل ما نبتدي عجلة الحظ، عايز ارحب بضيفة من الجمهور اللي معانا النهاردة، آمنة من مدرسة البشاية. ازيك يا آمنة؟ الحمد لله. آمنة مبسوطة ان انت معانا في الاستوديو؟ جدا. طيب آمنة، انا سمعت حكاية كده قبل ما ندخل الاستوديو عن آمنة ومشكلة التنمر. كنت بتعرض للتنمر في مدرستي قبل البشائر، بس الحمد لله وقف التنمر اول ما جيت هنا الحمد لله. وتعاملتي مع الموضوع ازاي؟ طبعا في الاول كنت واخدة فكرة سلبية عن الموضوع، وبعدين بمساعدة من اهلي عرفت اتجاوز الموضوع بتفكير ايجابي. يعني انا يعني تمسكت، فضلت ما استسلمتش، يعني ما سبتش نفسي للتنمر. يعني طيب رسالتك ايه للطلبه زمايلك في مشكله التنمر في المدارس؟ تقول لهم ايه؟ اول حاجه، اي حد تم التعرض للتنمر قبل كده، انا بقول لكم دلوقتي لازم تقولوا لحد، لان اغلبيه الناس اللي بيتعرضوا للتنمر بيكونوا ما بيقولوش لحد. ليه؟ لان المتنمرين بيهددوهم، يقولوا لهم لو قلت لحد هعمل فيك كذا وكذا وكذا وايه، ويقعدوا يهددوهم ويخوفوهم، علشان دايما المتنمرين بيلعبوا على حبال الخوف بتاعت الضحية بتاعتهم، دايما بيزرعوا فيهم شعور الخوف وبينموه قوي عشان خاطر يقدروا يتحكموا فيه براحتهم، عشان دي متعتهم. فعشان كده ايا كان اللي حصل لك لازم تقول لحد، ما تسيبش نفسك، وإلا الموضوع هيوصل لدكاترة نفسيين ومشاكل محدش يحب يسمع عنها. أتمنى لك كل التوفيق وبشكرك على المجهود اللي انت بتعمليه. نرجع لماتش النهاردة والمباراة الصعبة بين الأقصر والبشاير، البشاير والأقصر. ودلوقتي عندنا أول سؤال محمد علي البشاير. اتفضل يا محمد، هنشوف أول سؤال في البشاير موضوعه إيه. محمد، والسؤال الأول وعجلة الحظ، لفة كاملة يا محمد، تفضل. شكرا يا محمد، تقدر ترجع مكانك. قدرات ذهنية، سؤال في القدرات الذهنية. يا ترى السؤال بـ20؟ ده عمر مش عايز نسأل حتى سؤال بـ20 ولا بـ30. 20، عايز سؤال بـ20 نقطة إن شاء الله. تمام، قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 488 ناقص 244 زائد 1000 ناقص 122 في 2 يساوي كام؟ ثانية، عمر ازاي تقعدوا لغاية 14 ثانية وبتتناقشوا مع بعض؟ اجابتك 1488. 1488 اجابة خاطئة. مهند اجابتك 1000. 1000 بـ20 نقطة اجابة صحيحة. 1000 هي الاجابة الصحيحة. برافو عليك يا مهند، برافو عليك يا مهند. والغريب ان انا سمعتك يا ساره بتقولي 1000، يعني انا سمعتها من عندي. انت قلتي لعمر 1000. أيوة. بس هو ما خدش برايك وغير الاجابه. برافو عليك يا ساره وهارد لك ليكي. كده النتيجه 100 الاقصر العسكريه، البشاير 140. عبد الرحمن اتفضل. عبد الرحمن، عبد الرحمن ابو المجد من الاقصر العسكريه، هنشوف السؤال الاول موضوعه ايه. فنون، سؤال في الفنون، سؤال في الفنون بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20. 20 نقطة. تمام، فنون، والسؤال هو من هو ملحن نشيد والله زمان يا سلاحي الذي قامت بغنائه أم كلثوم؟ فات 5 ثواني. فنان راحل عظيم. 3 ثواني.
في اخر لحظه عبد الرحمن اجابتك سيد درويش. سيد درويش بعشرين نقطه اجابه خاطئه. في اجابه ان شاء الله. عمر دوس على البزر. اجابتك محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب بعشرين نقطه. كنتوا كام؟ 140. بيته كام؟ ان شاء الله 140. مش عارف صح يا رب. عمر اجابه خاطئه. الإجابة الصحيحة كمال الطويل. دلوقتي سلمى علاء اتفضلي. اتفضلي يا سلمى. هنشوف سلمى السؤال الثاني هيبقى موضوعه ايه. يلا يا سلمى. شكرا يا سلمى. فنون. سؤال في الفنون 20 نقطة طبعا. 20 طبعا 20 نقطة. فنون. والسؤال هو من هو الفنان الذي قام بغناء تتر مقدمة مسلسل حضرة المتهم أبي؟ من هو الفنان الذي قام بغناء تتر مقدمة مسلسل حضرة المتهم أبي؟ ثانية. عمر. مدحت صالح. لو إجابتك صح اتأهلت لدور الستاشر يا رب. مدحت صالح إجابة صحيحة. مدحت صالح هي الإجابة الصحيحة. ألف مبروك للبشاير وهارد لك لوسر. أنا عارف إن الإجابة دي كانت عندكم. هارد لك هارد لك. عمار عبد الحكيم اتفضل. آخر سؤال في الحلقة. هنشوف عمار والسؤال الأخير موضوعه إيه. رياضة. وسؤال أخير في الحلقة. سؤال بكم نقطة؟ 30. دوس على البازر. سؤال ب30 نقطة. بس قبل ما أسألكوا السؤال ده أنا عايز أقول إن أنا الحقيقة فخور جدا جدا بالمستوى اللي أنتوا أديتوه في مباراة النهاردة. كنتوا ندوا قوي وفرق السؤال الأخير ده لو كان جاي عندكوا كان ممكن النتيجة تتغير في آخر لحظة. المباراة كانت رايحة جاية من الأول. فأنا الحقيقة بشكركم على حجم المجهود اللي عملتوه وفعلا فخور بأدائكم وأتمنى إن أنتوا تشاركوا معانا في المواسم اللي جاية. بشكر مدرسة الأقصر العسكرية الثانوية والبشاير. بشكركم على الروح الرياضية وإن أنتوا بتشجعوا مدرسة الأقصر. سؤال ب 30 نقطة والتلاتين نقطة دول مهمين جدا. مهمين ليه؟ لتطوير المدارس الحكومية. لتطوير المدارس الحكومية في مصر. تمام. رياضة. والسؤال هو ما هو النادي الحاصل على الدوري المصري للكرة الطائرة موسم 2017-2018؟ كرة الطائرة موسم 2017-2018. مهند. زمالك. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي. تمام. مهند نادي الزمالك. اجابه خاطئه. عمر اجابتك الاهلي. لو مش الزمالك يبقى الاهلي. الاهلي ان شاء الله. لا انت عارف ان شاء الله. يعني اجابه عندك ان شاء الله. يعني قبل ما اقول لك اجابتك صح ولا غلط يا عمر معانا النهارده افضل لاعب من مدرسه البشاير عمر عبد العزيز. عمر عبد العزيز هو افضل لاعب بماتش النهارده ب 110 نقطة. اجابة صحيحة. برافو عمر. النادي الاهلي هي الاجابة الصحيحة. وبعد كده يا مهند يعني انت اهلاوي راح تقول لي نادي الزمالك؟ ينفع كده يا مهند؟ وبكده نقدر نقول ألف مبروك مدرسة البشاير اتأهلتوا لدور الستاشر 190. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 290 نقطة وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 580 ألف جنيه ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 6,620,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. هارد
ابنك لمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية 100، وألف مبروك مدرسة البشائر اتأهلتوا الدور 16 190، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. نستعد لدور 16 ونبقى أقوى ونبقى عند حسن ظن مدرستنا تاني، وإن شاء الله نوصل للنهائي وناخد البطولة. زعلان جدا ان الفريق خسر، وما كانوا متعادلين عليا في الفنون، بس انا خسرتهم للاسف. كل الاسباب كنت عارفها، بس سرعه البازل اللي فرقت معانا. احنا نفسنا جدا ان شاء الله نتاهل، على الاقل نبقى من اول 3 مراكز، واملنا عاليه وبنلعب على الكاس ان شاء الله. مش اخر موسم لينا، بس هنحاول الموسم الجاي ان نرجع نبقى احسن من الاول ان شاء الله. نصر هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.